المسافة، نعم فعلوها وسجلوا سابقاً البرواني رأسية وفي أخبار حارس المرمى. هذا المنتخب اليمني يعني إذا شوف اللي ما يعرف المنتخب يقول هاي مانشستر يونايتد قاعد يلعب، ما شاء الله عليهم، الله يوفقهم على المنتخب، على المهارات والإمكانيات اللي يمتلكوها. وبصمات المدرب واضحة جدا من مع هذا الفريق حقيقية، ولكن هنالك تغطية من محمود وردة. اليماني مر يتلاعب يصل هذا فينيسيوس، وليس اليماني المحاولة تلعب البرواني اليمني يحمل لاعبين أغلبهم مهارة فردية، خصوصا اللاعبين اللي يلعبون بالأمام، يعني أخص بالذكر منهم اللاعب رقم 7 واللاعب رقم 10، بالإضافة إلى أنه منسق الهجمات اللاعب الارتكازي اللي هو رقم 3. فريق منظم يعني حقيقة مفاجأة البطولة. مثل سوريا حلوة، عبد الرحمن مر عدة ذكية حلوة بالتمرير، كان استمتعت اليوم بهاي المباراة بالضبط، يعني شفنا كرة قدم حديثة جدا، فريق يعرف شلون ينتقل من حالات الهجومية للدفاعية. نعم. ومنظم هجوميا ودفاعيا بشكل سلس ويصل بكل سهولة إلى الهدف. ضيعهم طبعا هم فازوا 2، ضيعوا الكثير قلة الخير لمصلحة عبد الرحمن. تسديدة قوية، لا 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 تعطيني مساحة. الفريق اليمني يستحق الوصول، وحتى يستحق بأنه يكون بطل هذه البطولة هاي النسخة. نعم، يمتلكون لاعبين ممتازين جدا بفكر عالي، مهارات عالية، تطبيق أساليب اللعب، لمح البصر، شوف عادة خطأ، تسديدة قوية، يا عين 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 عليك يا الله على عصام. العمل الهجومي والدفاعي الواضح. نعم. للمنتخب اليمني هو اللي أوصل هذا المنتخب لهذا المستوى بصراحة. يعرفون شلون يتصرفون، يعرفون شلون يتحركون، سواء كرة بدون كرة، بشكل رهيب يعني تفوق أعمارهم بصراحة. نعم. يعني أنا أهنيهم على هذا الفريق مع أداء الفريق اليمين ومع ما قدمه، يستحق الفوز حتى لو كان ما مسجل بصراحة. هذا الفريق كل نقاط إذا تيجي تسجلها بكرة القدم الهجومية والدفاعية.